السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم. مرحبا باللي جا وجاب معاه الجواز ديالو. اللي ما عندوش الجواز ما كاش متابعه. دخلت صنت على عدراوي لايف، جبد جواز تلقيح. اذا مرحبا بكم جميعا، اللي عنده الجواز واللي ما عندوش، عدراوي لايف قلب الكبير يرحب بالجميع. اذا عندنا واحد المده الزمنيه ديال الانتظار، هذه البلاصه دائما كيتعطلوا فيها شي شويه، ولكن الان الوقت متاخر. المهم غندوزو معكم ما تيسر من الوقت على ما يساليو لينا الديشارجمون. اذا مرحبا بالملقحين، مرحبا باللي ما ملقحينش، اللي عنده الجواز اللي ما عندوش الجواز، مرحبا بالجميع. السي بالحاج كيقول لك الجواز موجود، دخل زيد القدام، مرحبا. عليكم السلام السيد ابراهيم. محمد رضا تيقول لك عندي الجواز، زيد الصفوف الاماميه، اصحاب الجواز يجلسوا في الصفوف الاماميه. اللي ما عندهمش جواز، جوج متر ما بين كل واحد وواحد. الله يجازيكم بخير. واش عندك واتساب؟ عندي واتساب، ولكن اخويا واتساب راه خلق لي مشكل بقوه الرسائل وحنا اثناء العمل والرسائل. اذا ضروري من التعقيب على هذا الشيء اللي حدث البارح واليوم في اطار هذه التدابير الجديده التي تم اتخاذها في المغرب بخصوص جواز التلقيح. وكانت عندي واحد مشاركة متواضعة قبل أيام، لكن لاحظت بأنه كاين واحد لا ريزيستانس اللي هي شديدة، ويعني إنسان تختلط عليه الأمور حتى ما كيعرفش فين يخرج داك الصهد ديالو، كيبدا يخرجو في واحد دير لايف، واحد دير لايف كيبدا يحتج عليه ويمن دير والله. لكن اليوم من بعد ما الناس شافوا بأن الشغل حامض، بان حتى القهوه ما يقدرش يجلس فيها بنادم الا ما عندوش الجواز، شنو اللي وقع؟ وقع اكتضاد في الاماكن ديال التلقيح. اذا هذا اول فشل ذريع للسيد اخنوش والحكومه ديال السيد اخنوش، لانهم اللي كانوا تاخذوا قرارات من هذا القبيل تيخصنا نكونوا موجدين لها، يعني موجدين لما منين يدوز، يعني ماشي غير كنجيو وكنديروا القرار وكنخليو التبعات ديالو يتحملوها وحدين اخرين. اذا الناس من بعد ما عرفوا بان الحياه غادي تكون صعيبه عليهم بدون جواز التلقيح، مشاو باش يلقحوا. اذا ها هو المواطن عنده استعداد باش انه يتلقى الجرعه الاولى ومن بعد يرجع للجرعه الثانيه، ولكن الاماكن ديال التلقيح يعني كارثه عظمى اللي ولات وقع فيها. الناس مزاحمين مداخلين في بعضياتهم، طابورات قدها قداش، يعني وكأن الوزاره يعني ما كانتش منتظره ان هذا الشيء هذا غادي يوقع. يعني كان المفروض انه ملي كنقولوا للناس راه غادي يكون تطبيق صارم لجواز التلقيح، اللي ما عندوش ما غيمشي فاين، ما غيدخل فاين، خاصنا نفهموا بان الناس غادي يبغيو يمشيو يلقحوا باش تستمر الحياه الطبيعيه ديالهم. اذا كان من ابسط الاشياء اللي كان خاص التفكير فيها هو مضاعفه الاماكن ديال التلقيح، او لا اضافه اشخاص يعني اللي غادي يساعدوا هاد الناس في انسيابيه المرور الدخول والخروج من هاد الاماكن. حتى شي حاجه ما دارت، خلينا الناس مشاو تجوقوا في البيبان ديال المصحات، شي داخل في وسط شي وشي، يعني صور اللي الله يستر. الا كانوا شي جوج ولا ثلاثه ديال الناس تما عندهم الكوفيد، يعني غادي تخرج بالمئات ويمكن الالاف ديال الناس اللي غادي يمشيو يجيبوا الكوفيد من المكان اللي مشاو هما باش يتلقحوا فيه اصلا. اذا حنا يعني للاسف الشديد، انا كنت تكلمت على واحد النقطه ذاك النهار بخصوص اخنوش، وكنتمنى على الله ان الناس اللي دايرين به ينبهوه ليها، هو ان التسيير ديال الشان العام راه ماشي هو التسيير ديال الشركه. والشركه في المغرب حنا تنعرفوا شنو هي الظروف اللي خاص توفر
باش الانسان يمكن ليه ينجح الشركه ديالو في المغرب. رجل اعمال ناجح في المغرب ما تيعنيش انه كان ممكن ينجح في كندا ولا في اليابان ولا في الولايات المتحده الامريكيه. اذا الى ربح الى نجحتي في تدبير منشاه في المغرب، هذا راه ما تيعنيش انك غادي تقوم بتدبير حكومه بنفس الطريقه. يعني داك الطريقه ديال الاستعلاء، ديال انني انا كمسؤول غنجي غير غنعطي الاوامر وغادي نمشي. لا، راه ملي كنعطي الاوامر ولا ملي كنقول لما راه خاصو يدوز من هنا، راه خاصني نحل ليه الطريق. ملي كندير قرار خاصني هذاك القرار ديالي ندير ليه الاليات التي سوف تساعد في تفعيل هذا القرار على ارض الواقع، ماشي كنجي غير كنعطي قرار وكنغبر وكنمشي. لا، راه غادي نبداو نهار الخميس، اللي ما عندوش صافي سالينا، ايوا كلشي يمشي يتلقح. وفين غيمشيو يتلقحوا هاد الناس؟ فين هي الاماكن اللي غادي تهز هاد البشر هذا كامل اللي باغي يدير اللقاح؟ اذا قلت بان هاد العقليه هادي ديال الباترون اللي كيجي غير واحد الوقت وجيز وكيفعفع عباد الله، كيغوت على هذا، كيسب هذا، كيخاصم هذا، كيبين لهم بان حتى حاجه ما هي هذيك، وبان هو ما راضيش وتيمشي كاعي وراه كيمثل، باش الناس كيبقاو دائما في ذاك الرعب ديال خصنا نخدموا، خصنا نضيفوا، خصنا نزيدوا. هادشي هذا ما خدامش في تدبير حكومه. ملي تتكون مشرف على تسيير حكومه، هاد الطريقه هادي ما خداماش. اذا هاد الاخطاء اللي كتوقع في بدايه مشوار هذه الحكومه، كنتمنى على الله انه يتم الاستفاده منها وتداركها في المستقبل، ماشي نعاود نزيدو في المستقبل نديرو اخطاء اللي هي اكبر منا. اذا السيد اخنوش، السيد وزير الصحه، الناس المسؤولين، ما يكفيش انك تصدر قرار وتخلي ذاك القرار هو بوحدو يصبح ساري المفعول. الناس ام فاكسينيتد برادراوي. اذا السي احمد مزيان ممتاز، نتمنى على الله ان الجميع تحلي فرصه باش انه يتلقح، وان الجميع صبح عنده الوثيقه اللي هي مطلوبه باش الحياه ديالو تبقى غاديه يعني بسلاسه، وما يلقاش عراقيل في الحياه ديالو. انا ذاك النهار كنتكلم على الحاله ديالنا حنايا هنا في كندا، يعني مجموعه ديال الادارات اللي الان بدات كتطلب الجواز، وغادي يجي واحد الوقت اللي غادي يصبح الدخول لجميع الادارات العموميه كلها خاصك تعطي فيها الجواز. الان كاين المطاعم اللي كيطلبوا هذا الجواز قبل ما تدخل ليه، وكاين يعني القاعات ديال الرياضه اللي كيطلبوا الجواز قبل ما تدخل ليه، كاين المقاهي اللي عباره عن فاست فود او القهوه كتدخل تاخذ فيها غير قهوه وشي بين ولا شي موفن ولا شي حاجه، هذوك ما كيطلبوش. ولكن غادي يجي واحد الوقت في اللي غادي يصبح الزامي على الجميع. اذا الموضوع جديد بالنسبه للمغرب وللمغاربه، وهذا الشيء علاش يعني كاين واحد النوع من الخشونه في ردود الفعل. انا جالس في الكاميو ديالي، انا راه عندي الكاميو كنجر السلعه، يعني ما غنطبق قانون، ما غادي، انا غير جيت نناقش الفكره ديال واش هذا الجواز هذا عنده شي شرعيه ولا ما عندوش. عطيت مثال على دول اللي راه سبقات انها طبقاته عندها، والامور غاديه طبيعيه عاديه، يعني بنادم مرتاح. خاص الكوفيد يمشي، دونك باش غيمشي خاص اللقاح، غنمشي غندير اللقاح وندير الجواز ديالي عندي في الهاتف ديالي، ملي كيطلبوا شي حد كنخرج الكود كنوريه ليه تيسكاني، والحياه سهله بسيطه ما فيها لا تعقيد لا والو. الوالده ديالي حتى هي هذه واحد اليومين تكلمت معاها، قلت لها مدرا، قالت لك لا صافي مشيت درت اللقاح الاول، وراني غادي نمشي نعاود ندير اللقاح الثاني ان شاء الله منين يوصل الوقت. اذا الامور هي غاديه بشويه بشويه. الناس كان عندهم تخوف، كان عندهم تردد، كان مجموعه ديال لي زارغيمون ديال ان هذا الشيء جديد، ان هذا الشيء دار بسرعه الى اخره، ومن بين هاد الملايير كله ما غيتضر غير هذاك الانسان. فهاد المخاوف هذه بدات تتبدد، والناس يتجهون نحو تلقيح شامل، يعني كل شيء غيلقح في الاخير، بغيتي ولا ما بغيتيش في الاخير غتلقى راسك مضطر انك تلقح. هذيك الحالات الاستثنائيه ديال الناس في السوق، الناس في الجوطيه، الناس في بلاصه الضامه الى اخره، هذيك حالات استثنائيه. ولكن باش تمشي انت تمارس الحياه اليوميه العاديه ديالك، عندك فاتوره ديال الضو خاصك تمشي تخلصها،
ويلي 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 العضراوي ولا تيقول الضو. عندك فاتوره ديال الماء خاصك تمشي تخلصها، غادي تجي تدخل الاداره غايقول لك واش بعد الا ما عندكش الجواز ما غتدخلش تخلص، غادوز عليك سيمانه تقام قطعوا عليك الضو قطعوا عليك الماء، انت بقيتي بلا ضو بلا ماء، اذا مضطر انك غادي تمشي تلقح. ما بغيتيش تمشي تلقح بالخاطر ديالك وانت فرحان وانت ناشط، غتمشي وانت مرغم باش انك تلقح، يعني الامور غاديه في هذا الاتجاه هذا. الناس كيتكلموا على الاختيار وعلى الحقوق وعلى الدستور الى اخره، في كندا في الامريكان الناس ديال كندا كانوا شرسين لواحد الدرجه اللي ما تصورش مع رئيس الوزراء جوستان تريدو، لدرجه انهم واحد شيل عليه بحجره الاوتوكار اللي كان كيستعمل في الحمله الانتخابيه ديالو، واحد ما خلى ما قال ليه من المعيور من السبان عاير ليه الزوجه ديالو هي حداه، وضطر جوستان تريدو انه يترد معاه، رد عليه قال له واش ما كاينش شي سبيطار هنايا قريب ديال الامراض النفسيه اللي يقدر يشدك باش يتهناو الناس من هذا الشيء ديالك. ف كانت هاد النوع هذا من لا ريزيستانس، ولكن الانسان ملي كيمشي يقضي مصالح اداريه ديالو وتلقى بان الابواب موصده قدامه حتى يهز الرايه البيضاء وكيمشي. بغيتو ناس يلقحوا يلا هلقحوا. السيدة أيضا هنايا في موريال حتى هي كانت يعني معارضة شرسة، ويعني فاجأتني أنا بداك الأفكار ديال أنهم راهم متفقين علينا، راه غيديروا لينا، غينقصوا النص ديال الكرة الأرضية، غيقتلوا البشر إلى آخره، غيقتلوا البشر راه غيموتوا معنا حتى هما، ما غيبقاوش يعني ماشي غيورثوها من بعد منا. حتى هي قالت لي راه حنا مشينا لقحنا هي والزوج ديالها التلقيحة الأولى، علاش؟ لأن دازت علينا واحد السيمانة كنا كنقولوا محال غنعيشوا. واقيلا راه الكوفيد، يعني انسان حتى كيشوف راسو بانه قريب للمهلوكه او التهلوكه، ماشي المهلوكه، قريب التهلوكه، عاد كينوض كيتصرف. اذا القضيه ديال اللقاح، غادي تلقح غادي تلقح، ابغيتي فرحان ضاحك معبس باكي، المهم في الاخر غتلقى راسك بانك انت غادي بوحدك، حتى واحد ما جرك دايك. يعني داك القضيه ديال راه ماشي الزامي، ولكن راه غتلقى راسك بانك ملزم انك تلقح. وهذا الشيء انا راه شي 6 شهور ولا كثار، يمكن كثار من هذا المده، واقيلا يمكن فاش يلاه بدا الهضره على اللقاح، مجموعه ديال الفيديوهات ديالي كنقول فيه هذا الشيء. هذا راه غيجي واحد الوقت اللي غادي يكون اللقاح فيه الزامي، لان هذا وباء عالمي ضرب العالم باسره. دونك باش تمشي تقضي الغرض، باش تسافر، باش تتعامل مع الاخر، غادي يشرطوا عليك انك تكون ملقح. اذا لقح وهني الوقت، ما تصدع راسك ما تصدع الاخرين، والحريه مارسها في حوايج اخرى وفي طقوس اخرى. اذا القياد انا ما عرفتش، لانني كنت باغي نكون قايد، كان هذا حلم ديالي، او نكون كوميسير. ويعني هاد القياد داك لا فاسون دابوردي لوتر ولا فاسون دابليكي لا لوا، والله العظيم الى الصباح عاود نتابني داك الشعور ديال اش كيديروا هاد السياسيين عندنا في المغرب، اش كنديروا حنا باخنوش وبالحكومه ديال اخنوش، علاش اللي ما يكونوش هاد القياد وهاد البشوات هما يا كيشرفوا على اداره هاد الوزارات تحت مسمى الاداره الفلانيه، اداره الصيد البحري، اداره التعليم، اداره الصحه، والقايد واقف ديك القلده 2 متر ديال الطول والصوت، ملي كيطلق الكلمه كتمشي تتابليكا تيت سويت. هادشي السياسي كتلقاه ما باغي غير فورمولي اون فراز، ما باغاش تخرج ليه، ما باغاش تقاد ليه في الفم ديالو. اذا كنتمناو التوفيق للساده القياد والساده البشوات. طالين الراس هادو، ما عرفتش هادوك المواقع ديال سرقه المعلومات، البنكه اللي كان وقع فيها واحد لافويت، هزوا لينا الرقم ديال التليفون، داو الرقم ديال التليفونات واللي كوردوني ديال كاع الزبناء، دابا كيقيلو صونيو وحده قبيله صونات تليفون، وكيكون عندهم سيستيم اوتوماتيزي. جاوبت قلت الو، قالت لي جود باي. معدبه راسك معيطه لنا على جود باي.
دونك هذا ما كان الخوت مبارك مسعود التلقيح ومبارك مسعود الجواز. دابا ابتداء من الفوق ما كاينش جبد لاكارت، دابا كاين غير جبد الجواز. يعني الحياه فيها مخاضات وفيها طلوع وفيها هبوط، دونك الانسان هو اللي يكون ذكي، يشوف يشوف فين غاديه الامور. انت كتشوف الملايير ديال البشر تتجه نحو واحد الحاجه اللي هي صبحات واقع ما منه حتى شي هروب. دونك بلا ما تبقى انت واقف وجه هذا الشيء هذا كامل، وعلى اساس ان العالم كله متحالف ضدك وبانك انت بوحدك اللي غيوقع عليك من دون هذا العالم هذا، الايمان بالله سبحانه وتعالى لا كانت شي حاجه غادي تلحق بنادم راه غتلحقوا بالتلقيح ولا بلا تلقيح. هذه مؤامرة عالمية، هادشي اللي بان ليا تاني، أنا بان ليا شي مؤامرة عالمية، شي وحدين هادو هما اللي متآمرين على العالم. سيدي كنتخايل أنايا هاد العالم هذا وهادشي ديال التلقيح وهاد الحروب، كنتخايل غير واحد الربعة ولا خمسة جالسين في شي صالون وشادين دوك لي سيجار وطخاخن طالعة حداهم وهما جالسين مكرشخين وهما اللي كيقرروا أشنو غنديرو. ايوا واش غنديرو، ما كاين ما يدار، دير لنا شي حرب، دير شي حرب، شوف شي ديك سوريا ولا شي، دير شي حرب تماي، ولا تا كتجي شي انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، كاين شي ما يدار دابا، شي حاجة نخلقو بها شي شوية ديال الأجواء، عرفت شحال دير، لقح ليا البشرية، يلا بالي. ايوا هادشي اللي كاين. سي عبد الرحمن راك معايا في ملكيه برلمانيه؟ لا اخويا انت غير بوحدك، انا ماشي معاك، انا اخويا النهار اللي يكونوا عندي البرلمانيين الحقيقيين، انا البرلمانيين باغيهم يحيدوا البرلمانيين والسياسيين وهاد ممثلين الامه اللي كيجي بدون تكوين، ما عارفش يكتب حتى السميه في ورقه، والرئيس ديال البرلمان تيقول له اللي ما عارفش يكتب يعطي لصاحبه يكتب ليه. هادو ناس ما عندنا ما نديرو بيهم، ما عندهم حتى شي دور، هادو دوك عبادة آمون كيجيو كيطرحو كيطحنو الزرع و تياكلو الغلة و كيمشيو، عاود كيجيو وحدين خرين عاود كياكلو الغلة. حنا محتاجين الأطر اللي تلقاو تكوين، القايد ولا الباشا ولا الكوميسير تلقى تكوين، مشى دخل الإدارة تعلم فيها قرا فيها. إوا واحد ما عارف لا يكتب لا ما قاري ما معلم ما حتى شي حاجة، وتيجي كيولي كيقول لك هو يا اللي يجب أن يشرف على التشريع في البلاد. دونك ملكية برلمانية ما عندناش الآليات من أجل تفعيل هذا، راه ماشي لأن الملكية البرلمانية ناجحة في دول مجاورة صافي راه مفروض أنها تنجح عندنا. حنا هذوك البرلمانيين الان راهم دايرين بوجه الملك، كيخافوا منه ماشي كيحشموا منه ولا كيحترموا منه، يحترموه تيخافوا منه، دونك يديروا كيبقيو. دير لهم ملكيه برلمانيه وتعطي السلطه للدين هاد الناس هادو، راه ما بقى والو. هو دابا سي اخنوش، انا قبيله عيط لي السيد قال لك اش بان لك في داك 4000 مليار اللي تسلف اخنوش، واش غادي تقول؟ راه غيساليها وغيتسلف عاود 10000 مليار اخرى. انا تنظن راه الامير مولاي الحسن ولي العهد راه خاصو ينوض يهضر الوليد، شوف ماذا اخنوش هادو تا غرق الشقه فخليني نبقى حاصل انا في هاد الكريديات بعد عمر طويل لسيدنا. لمن كتسلف هاد الفلوس؟ كان بن كيلان والعثماني كنسمعو مرة تسلفو 100 مليون 200 مليون 300 مليون كتنوض عليها حايحه. تسلفو الفلوس بزاف 300 مليون ديال الدولار، ودا السيد جاي دار ب 4000 مليار دقه وحده ديال شاد. على اي انا الراي ديالنا عطيناه في الحمله الانتخابيه ومن بعد ما تم الاعلان على النتائج، انا يعني القلب ديالي غير مطمئن لاخنوش والمستقبل ديال الحكومه في عهد اخنوش. انا انتظر انه غيجي واحد الوقت غادي يمسك ملك البلاد بزمام الامور، وغادي يتم تعيين رجال ونساء من الاداره المغربيه، ناس اللي دازوا في الاداره اللي تلقاو تعليم عامين 3 سنين تعلموا ما معنى اداره الشان العام، وغادي يعطيهم القطاعات
ونأمل إن شاء الله أن البلاد غادي تقاد هذيك الساعات. أما هادو اللي جايين باش يفرقوا الوزيعة، جايين كيشوفوا البلاد بأنها واحد الهبرة ديال اللحم، كل واحد كيفكر كيفاش غادي يدير ينتش منها أكبر قسط ممكن. عضراوي يقول الحق بلا نفاق، وانت اكتب اسميتك بعدها مارتيل مارتيل، انت ما كتبش تسميتك ما حط صورتك، انت كلك نفاق من اولك تال اخرك. وبغيني انا نقول الحق. تحية متبادلة السي مصطفى، و راه تسلف ودار جواز تلقيح باش ما عرفش. انا والله العظيم الى غير مطمئن بتاتا، غير مطمئن. قال لك سيدي راه اعطى تعليمته لوزير التعليم، وراه ماشي وقت سير تلاقى مع هاد النقابات وهاد الممثلين، راه ماشي وقت التظاهر هذا. يلا يعني شي خدمه يمشي ليها. يا سي اخنوش، هضرنا على ارتفاع سعر المحروقات، وراه البارح درنا لايف وهضرنا عليها. المحروقات راه مرتفعه في العالم كامل، ولكن لان في المغرب ما كيعطيوناش تفسير علاش كيرفعوا ملي كيرتفع في السوق العالمي وما تيخفضوش ملي كينخفض في الاسواق العالميه. خاصهم يعطيونا تفسير، ما كيعطيوش. ملي كيرتفع في الاسواق العالميه في البلاصه تيزيدوا في الاثمنه. اصلاح التعليم والصحه اشرف، ايوا بغينا كل شيء تصلح ماشي غير الصحه والتعليم. دابا المهم راه مسؤوليه جسيمه عندهم هما، دابا الكرة راه عندهم، خاصهم يفرجونا. غا اما غيلعبوا مزيان يا اما غنبداو نصفروا عليهم. صراحة ما ارتحيتش الاخنوش، واش غنقول لك، ساعات الله الله يدير شي تاويل ديال الخير. لا دابا لان اخنوش عنده داك الثقل العمياء ديال انا راني رجل اعمال، وانا كنخلع، أن الناس راه خايفين مني، لأن وجيت هو دابا تيتخبع وراء الملك. دابا واش الملك عينك باش تشرف على تدبير الشأن العام، ولا في خطاب واحد ذكر اسم الملك ذكره مئات المرات، وبتوصية من جلالة الملك وعند جلالة الملك وقال جلالة الملك، وتخدم أنت، قول لنا أنت شنو باغي دير. راه بدون جلالة الملك حتى حاجة ما كتدار، هادشي حنا عارفينه، ولكن انت جيتي تراس الحكومه لان عندك واحد البرنامج باغي تنفذه، وريه لينا، قول لينا ها انا شنو عوال ندير، شنو باغي ندير. دابا باش حتى النهار اللي يمشي يفشل قلت لا لا لا. اش قال البصري الله يرحمه في الاخر منين حصل؟ قال لهم لا انا كنت كننفذ الاوامر ديال سيدنا الله يرحمه ديال الحسن الثاني. دونك الا عندك شي ما دير وعندك شي ما خدمه ما تبين لنا، ايوا بين لنا. اما تبقى غير مخبي في الملك وفي الملكيه، هادشي راه ما خدامش السي اخنوش. السي حسن تيقول لك الله يدير شي تاويل الخير، اللهم امين. تحيه لك اخي الكريم، تحيه السي ايوب. ما رايك في جواز التلقيح؟ وما عندي حتى شي راي، راه غادي تمشي تلقح حتى انت وغتهني الوقت، كلشي غادي يلقح. ماذا تنتظر من تاجر ورجل اعمال وحكم وخصم؟ اقسم بالله الا البلاد محتاجه للادمغه. ايوا خويا دابا الادمغه اللي كاينه هي هذه، هي اللي دابا راه في الواجهه، هي اللي خدامه. قالك راه خصو يعاود لينا الترابي. ايوا ما قداتكش الترابي هذه اللي راه خدامه كتعاود ليك. دابا شتو ما كيهضروش على هذا الغلاء ديال المعيشه وهاد الاسعار اللي كترتفع ديال المواد الغذائيه وهادشي، بحال اللي هما كاع ماشي فينو، مازال ما ساليناش ليه. ماشي وقت الهضره في هادشي هذا، خلي بلاتي تا شويه، خلي شويه، يلا بدينا. كان المفروض يعني لو انه فعلا اخنوش كان عنده ما يدار، كان يعني فعلا عنده برنامج وكان عنده الذكاء، كان في هذه الفترة الأولى غيدير شي حاجة، شي فانت، شي عامرة في خاوية باش يثبت حسن النية ديالو للمواطنين. إيوا لحد الساعة راه مازال ما كاش حسن النية، ما كاش تصرف، ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش. سي إبراهيم مرحبا بك،
المهم حتى احترم جوج ديال الميتر ديال التباعد مع الاخوان، قال لك اسمح لينا راه حنا داخلين عندك بدون جواز. المهم صحاب جواز الله يجازيكم بخير، ما تقربوش لبعضياتكم، خلي تكتب الكومونتير واحد ودوز واحد المسافه عاد كتب الكومونتير ديالك، ما تزاحموش شي، ما توقفوش واحد حدا واحد. الغلاء اصبح مشكله عالميه، حقيقه الغلاء اصبح مشكله عالميه، ولكن الغلاء ديال المواد الغذائيه، لان القوت اليومي ديال الانسان داكشي اللي كياكلو كل نهار صعيب انه يغلى في كندا، اننا غتبقى جالس واحد الساعه يجي ويقول لك اه الحليب غلى، الخبز غلى، الزرع غلى، ميمكنش. هذه امور كتدخل فيها الدوله، اون فوا يغلى تلقى البرلمان تشقلب بالصداع وبالغوات. حنا السوق خدام كتشعل فيه العوافي والامور عاديه بحال اللي ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. المهم راه حنا مشغولين دابا مع الحكومه، مع الانتخابات، وعقلوا عليها. احلف لكم بالله الا اخنوش غادي يندم على النهار اللي دخل فيه لهاد السياسه. أقول لك كنت هاني مع راساتي واكل رزقي خدام تندخل في الملايير ترانكيل، دخلت لهاد السياسه هادي غادي يندم على النهار اللي زاد للسياسه، لان ما عندوش باش غادي ينفذ هاد الوعود ديالو. وهاد الديون دابا اللي جايب هو دابا تيسحبوا هاد المبالغ هادي، صافي راه غايجيبها وغينفذ بها الوعود اللي وعد بها الناس. غادي تجي ديك الملايير وغتلقى طريقها عاوتاني مشات مع شي اطورات اخرين اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع الوعود اللي هو وعد بها المواطنين. وهنا اين يكمن التحدي الذي ينتظر اخنوش؟ راه ان لم تفي بالوعود ديالك من بعد واحد المده زمنيه، راه غادي تصبح في مواجهه مباشره مع المواطنين. وراه غير الاساتذه بوحدهم، اساتذه المتعاقدين راه بوحدهم راهم كافيين، يعني ما يهضروش كاع الاخرين. وحنا هاد الشيء هذا في كل مره تنبهوا منه، تنبهوا من ان السياسي يتسبب في احتقان اجتماعي، ويصبح المواطن في مواجهة رجل الأمن ما عندهم حتى شي دخل هما في الموضوع. دونك السياسيين جاو بواحد الكم هائل ديال الوعود، وهما متأكدين وعارفين راسهم بأنهم ما عندهمش الإمكانيات المادية باش أنهم يوفوا بهاد الوعود. شنو باغيين يديروا؟ فين غاديين؟ الله أعلم. واحد السيد كيشبه ريشارد عزوز البارح عييت من هذا، عنده نضيد راه تكحلين، عييت من برك عليه زعما تبان لي السميه. واش ريشارد عزوز؟ لكن كتب لينا شي تعليق، والله الا فوتوكوبي ديالو واحد التصويره كتبان لي في لاليست الفوق. نضيد راه تكحلين، جويكيطه جاكيطه هذيك، جاكيطه. سي ريشارد عزوز الا كنتي نتايا كتب لينا شي تعليق، الله يجازيك بخير ويكون فيه شويه ديال الكلام الجميل. دونك البارح شي وحده في مدينه كيبيك جايه مرشحه باش انها تخلف العمده اللي كاين دابا. العمده اللي كاين دابا واحد من اقوى الناس اللي دازوا في المدينه ديال كيبيك، يعني عنده واحد المكانه كبيره بزاف ومحترم بزاف من طرف المواطنين، ومحترف محترم ايضا حتى من طرف يعني الجهات الاخرى، سواء رئيس الحكومه الكنديه ولا السياسيين الاخرين. دونك السيده اللي غادي ترشح باش انها تجي في بلاصتو خاصها تكون قد هذه المسؤوليه، ياك اسيدي متبعين معايا. جابوا هذا الشيء برنامج، هذا الشيء وقع غير البارح، جابوها البرنامج ويطرح عليها الصحفي سؤال، قال لها المديونيه ديال المدينه شحال واصله؟ دابا هذه كتقول لك انا باغي نسير مدينه، المفروض ان تكون عارفه راسها علاش داخله، عارفه هاد المدينه شحال كتدخل وشحال عليها ديال الديون، باش تقدر تقول للناس بانني غنقدر ننفذ ونفعل ونترك برنامجي السياسي مبني على اساس ومبني على ارقام حقيقيه.
السيده ما جايبه اخبار، ما عارفاش كاع شحال المديونيه، ما عارفه واش كيتسال دولار ولا 100 دولار ولا 100 مليون ديال الدولار ولا 100 مليار ديال الدولار، ما عندهاش بتاتا فكره في الراس كدور. ومرشحه باش انها هي اللي غادي تعوض العمده اللي هو عنده واحد المكانه كبيره هنايا في المدينه. شكرا السي عزيز، حب متبادل بين الطرفين. فاذا هاد السيده هادي اللي جايه وكتقول لك انا غنصلاح وغادي نقاد وغادي نفعل وغنترك وغنعطي وغندير، ما عارفاش حتى شحال عندها ديال الفلوس. دونك كيف يعقل انك ما عارفاش حتى شحال بين يديك ديال الميزانيه وانت خدامه كتعطي في وعود الناس غنفعل وغنترك وغندير؟ اذا نفس الشيء اللي وقع مع السي اخنوش في الحمله الانتخابيه، كانوا غير كيشيروا بالارقام وكاع قالوا للناس شيروا علينا بالحجر، المهم غير التشيير. دابا ملي جاوا للمسؤوليه وتحملوا المسؤوليه، واكيد من بعد ما شافوا الميزانيه ديال البلاد والمديونيه الى اخره، تبين بان هذيك الوعود اللي كانوا كيوعدوا بها ما عندهمش القدره الماديه باش انهم يوفوا بها. اش غنديروا حقا الوعد؟ ارا نتسلفوا الفلوس، والله واخا تجيب الفلوس ديال الاف ام اي كاملين، فو مونيتير انترناسيونال يهز داك الخزائن اللي عنده كاملين يجيبهم يحطهم ليك، ما غاديش توفي بالوعود اللي عطيتيها للمغاربه. لان الفلوس ملي كتجي وكتجبد وكتحط كميزانيات كيبداو يبانوا، وكان خاصنا واحد الحاجه هنا، لا هذيك راه ضروريه اورجون، دونك كتبقى تابع لي زورجونس وما كيبقى لكش الوقت باش انك توصل لانك تنفذ داك الوعود ديالك الانتخابيه. هادشي هذا ماشي غير في المغرب، هادشي هذا عبر العالم. دونك الحصله غادي يحصلها اخنوش، ما فيها لا الا ولا حتى، وغادي يتعايب مع المواطنين، والخايبه بزاف هو انه يتعايب مع القصر. وحنا ما بغينالوش هادشي، ولكن انا ما تنامنوش بالشوافات وبهذا، مي انا القلب ديالي يخبرني ان هذه غتكون نهايه اخنوش، وهذا يعني بحال شي فيلم ديجا فيو. انا فايت نفرج في هذا المسلسل هذا، يعني كيف ما يعني خالد الجمعي رحمه الله تنبأ بمستقبل العداله والتنميه، وبانهم غيبداو يمشيو على ركبهم، وبانهم غيصبحوا بحال الجفاف وبحال كلينكس وغادي يتلاحوا في لابوبيل، وهذاك الشيء اللي كان. انا هذا الاحساس المتواضع ديالي تيقول لي بان اخنوش غادي يتعايب مع المواطنين، ومن بعد ما غيتعايب مع المواطنين غادي يخرجوا يتظاهروا، وملي غيخرجوا الناس يتظاهروا باعداد كبيره القصر ما غاديش يكون فرحان، وغادي يصدق اخنوش خسر المواطنين وخسر القصر وخسر الرهان اللي حاملوا هذه مده 5 سنوات منذ 2016. بغيت رئاسة الحكومة، بغيت رئاسة الحكومة، دير العصا في الرويضة، جيب فلان جيب فلان جيب. وأنا كان واحد السيد قال لي صام 3 أيام حلفتي على فلان، شخص واش مرا ولا راجل، حلفتي عليه وراك غلطتي بأنه ما يبيعش ما يشريش ما يديرش، يورا من أكبر البايعين ومن أكبر الشرايين ومن أكبر المساهمين، وكان شاد العصا، ديك العصا اللي كانت في الرويضة اللي كان كيهضر عليها بن كيران، البلوكاج ديال 6 شهور، كان واحد من الناس اللي عاونوا في ديك العصا باش انه يوقع فيها ما وقع. دونك اللي عطى الله عطى، ها هو بن كيران مشى، العثماني مشى، ها انت وصلتي لرئاسة الحكومة، يورا ما يعاودوا عليك السي اخنوش، بين لنا. ريفيراندوم ابري 100 جور. رجعوا المظاهرة 2011، والله ينجينا من شي مظاهرات. انا تنظن بان القصر او المخزن يعني خدا تجربة كبيرة في التعامل، وما تنظنش انه غادي يخلي الامور حتى توصل ل 2011 للمظاهرات والتظاهر. الى استدعى الامر الاستغناء عن اخنوش من غدا راه يبات ما يصبح. بالنسبه للذباب ديالو اللي كيسحاب ليه بان اخنوش راه هو اللي موقف هذا المغرب، ولا هو اللي مسير المغرب، ولا راه داير الملك في جيبه صافي، راه داكشي اللي كيقول هو الملك هو اللي كاين، راه والله تيبات ما يصبح. كان اخنوش
وكان في عهد من العهود. دونك ما تنظنش انهم غادي يبقاو جالسين وكيتفرجوا ويخليوا المسائل توصل لدرجات الاحتقان. الوقت اللي غادي يخص يكون تدخل ملكي غادي يكون تدخل ملكي. الى طلب الامر اعفاء اخنوش، راح شفنا كيفاش تم اعفاء السيده الوزيره من بعد تعيينها بايام قليله، لن يكون صعبا على القصر انه يعفي اخنوش ويعفي الحكومه ديال اخنوش الى هما النيه ديالهم ما ولا هما فشلوا في تفعيل القرارات وفي اخراج الوعود الانتخابيه ديالهم وتحويلها الى امور حقيقيه وواقعيه يلمسها المواطن ويلامسها. ما رايكم في جيش كيتساراو في المقاهي؟ واش فعلا نحن ديمقراطيه ولا غير نتغنى بالديمقراطيه؟ ديمقراطيه ونص ونص وثلث ارباع، لان الديمقراطيه ملي كتوصل لانك تسبب بالاذى للاخرين قضيه ما كاش. قال لك واش ساكن في الكاميو ولا ساكن في الدار؟ وهذه اللي عيطت دابا القايده، هاي دابا غادي نعيط ليها نقول لها هذا قال لك ساكن في الكاميو، غادي تفرجك غادي توريك الهضره كي داير ساكن في الدار. ولكن شدتنا الاقدار، شحال دابا في الساعه؟ بدينا مع الخامسه صباح الخدمه، وهذه راه الخامسه عاود ديال العشيه، ما نساليو حتى السبعه، 14 ساعه ديال العمل في النهار. الله يقوي الخير. ودرنا لا سيست، بقيت عند واحد الكليان من السبعة ونص حتى ل 11 ونص، أربعة ديال الساعات وأنا عنده. نشرت البوستات، كتبت المقالات، كتبت المنشورات، جمعت الأوراق، خملت المحل، جبت واحد الفوطة وضربت مسحة الكاميو، عيطت القايدة قلت لها راه يلاه لقيتيني ساليت، الشغال مني، النظافة مني، المسيح مني، كلشي مني في هذا الكاميو هذا. إذا اللي عطى الله هو هذا. حنا داكشي اللي كنفكروا فيه كنقولوه، لا ننافق احد. حنا دعينا مع السي اخنوش وطلبنا ليه التوفيق، الله يسهل عليه، لكن مع مرور الايام ومع مرور الاسابيع يتضح بان السيد اخنوش والحكومه ديالو ما عندهم حتى شي كاروطه، حتى شي خيزويه وحده يجبدوها يلهيو بها الناس. داك الساحر اللي كيدير بالرقمه تقشع، يعني ما عندوش شي حاجة سحرية اللي غيجبدها، على الأقل يزرع واحد النوع من الطمأنينة في نفوس المواطنين اللي عاقدين الأمال الكبيرة جدا عليه وعاقدين الأمال على نينام بوراك. والله إلا كضحكوني شحال هذيك كنت قلق، ولكن دابا وليتو كضحكوني. الجمهوريين والجزائريين والذباب ديال أخنوش، راه عرفتي اش ديري ليا لهاد الصفحة هذي؟ تصور قبيله حطيت الفيديو ديال القياد تيقلبوا الجوازات، وصل الفيديو مع شي 200 ولا 300 جيم، ولو نومبر دو في لي بيرسون اتان لتحت شي 4 ولا 5، وصل 4 ولا 5 ديال الناس 200 واحد دايرين لو جيم. محامين عليا خوكم راه ضعيف الحاله، رخفوا علينا الله يجازيكم بخير. الدق من كل جهه، شكينا على كفاح قال لك راه الخوارزميات ديال فيسبوك راه مقلقه من جهتك، دابا شي كيسينياليك من هنا شي كيسينيالي من لهي، داكشي علاش ما كيخليولكش الصفحه توصل للناس بزاف. ولكن تبارك الله دابا 750 ديال الناس معنا دابا، تبارك الله وما شاء الله. اذا قلت السي اخنوش ما غاديش نكثروا عليه من الكلام، نتمنوا على الله ان القرارات المقبله قبل ما يتم اتخاذها يتم التفكير فيها. غادي نفرضوا على الناس الجواز ديال التلقيح، الناس غيخصهم يمشيو يلقحوا، لان خاصنا نوجدوا لهم الظروف. ايوا فين كانوا دابا اللي عطى الله عطاه؟ انت دابا تيجا واحد لا سيتوياسيون ا بارتيغ دوجوردي، اليوم قررتي واحد الحاجه ووفر لها الظروف المناسبه من اجل تفعيلها. اما هاد الشيء هذا ديال صافي غير احنا فرضنا ومشيتي انت لدارك وتخلي 200 300 ديال الناس مجوقين على الباب ديال واحد المسحه باغيين يدخلوا يديروا فيها اللقاح، هادشي ما خدامش. لان هادشي هذا اللي وقع في العيد ديال الاضحى ديال سنه 2019 وتسبب في ارتفاع العدد ديال الاصابات، ديال 2020
تسبب في واحد الارتفاع مهول ديال الاصابات. الان نفس القضيه حنا كنعيشوها زيانيتي والتراضي مازين الله يهديك. تجبتي معايا واحد القصيطه ديال القايده كديري شي حاجه حتى راه تبوقي صرا من ديما راه حيت انا زوين ماشي داكشي علاش هاد الحاجه جات معايا. ولا والشاب وليد راه طالع لبواته هو الواحد ولي يفتخر براسه بقاش تسنى بنادم هو اللي عاد يجي يقول ليه تسناو الموجه الرابعه ودرا دابا الرابعه والخامسه والساتيته والله الا قبيله كنقرا واحد المقال قال لك راه بدات عاود الارتفاعات راه الكوفيد على الصعيد العالمي. حنا طمأنينا هنا في كندا قال لك اودي واحد الصحفيه قالت واحد العباره زوينه بزاف قالت لك الكوفيد كنشوفوها في الريتروفيزور تاع صعيد كتشوف في الريتروفيزور كيبان لك الكوفيد لور يعني صافي راه حنا ديباسينا. قبيله كنقرا بان الارقام على الصعيد العالمي راه بدات عاود في الارتفاع دابا يمكن مع العوده ديال الاطفال للمدارس والطلبه للجامعات والتقارب والاحتكاك ديالهم ساهم عاود في انتعاش هذا الفيروس ولا واش هو هكا غيبقى غادي معانا بقاو غادي تلقاو راسنا كنحسبوا راه حنا دخلنا للموجه 76. شكرا سي مصطفى سي عزيز وخيرت بكم ايضا لا طوندونس طالعه ديال اش لا طوندونس دونك اللي ما ملقحش يمشي يشد ليه الموعد يدير اللقاح ويتبت الارض مع خوتو ويدير الجواز في الجيب ديالو. تحيه للسرويشه الاسبانيا والناس ديال اسبانيا ما عدا الجمهوريين ديال اسبانيا دوك ما تنحيوهمش. ف دير الجواز في الجيب ديالك وقف عليك شي واحد حتى الناس اللي في الفيديو اللي بارطاجيت في الصفحه ناس نخوه وناس ما شاء الله شخصيات يعني ما كاين لا هضره لا زياده. الجواز طق كيوري الجواز الثاني حتى جبد التليفون ديالو وراه له الامور سهله. هذاك القايد كيدير خدمته وانت كمواطن عاود خاصك تكون واجد اجبد الجواز هالجواز صافي سالينا بحال العداله والتنميه بحال الاحرار كلهم بحال بحال ولكن النهايه ديال الاحرار هضر عليها عبد الرحمن العضراوي في نهار 22 في اكتوبر هذيك اكتوبر 22 اكتوبر 2021 على اليوم كنقول لكم راه النهايه ديال اخ نوش وديال هذا حزب الاحرار راه غادي تكون كفس من ديال العداله والتنميه. العداله والتنميه شي خبر على ميسان ناجي. ميسان ناجي راه يلاه دخلت للتليجرام ويخبرنا برقق بها قال لك ميسا سور تليجرام. ما عرفتش اخويا فين ميسا اش كدير ميسا ما مابقاتش كتهضر مع واش صدمه وصول اخنوش ولا تترتاح ولا. المهم ميسا ما تنظنش انها غادي تغبر في مره دابا دير شي اطلاله عاوتاني ولا هي كدير الخطه ديال القمر كتختفي حتى كيتوحشوها المتابعين ديالها. قلت بان العداله والتنميه في ذاك الوقت اللي كانوا كيغوتوا تيبلبلوا هذا بن كيران كان تايق يعني كانوا صادقين في ذاك الصراخ ديالهم غنديروا غنفعلوا غنتركوا ومع مرور الوقت في كل مره كيلقاو قدامهم شي حاجه وكيديروا مراجعات كيوليو متحورين حتى هما كيوليو دلتا. لكن الفرق بين العداله والتنميه والاحرار هو ان الاحرار وهما تيقول لك غنعطيو 2000 درهم وغنعطيو 3000 وغنعطيو 400 وغنخدموا مليون وغن متاكدين وعارفين راسهم بانهم ما عندهمش الامكانيات ما عندهمش القدره باش انهم يديروا هذا الشيء. هنا في كاين الفرق. سي رضا اهلا وسهلا مرحبا بك وبالقلوب الحمراء. حنا ديما محتكين كورونا ما عندها منين دوز راه هادشي اللي خرج على المغرب حتى ولا واصل ل 10000 حاله. هاد الثقه العمياء ديال الناس ديال ما غيوقع والو. خاصنا حكومه بحال دول الخليج وهادشي اللي كنطالبوا به هادشي اللي كيطالب به العضراوي حتى هو منذ الازل انه عندنا الملك عندنا 10 ديال الناس معاه رؤساء ديال الاقسام ولا ديال الادارات وعندنا اداريين. هاد الاداريين ما كاينش شي واحد فيهم اللي غير جا ما عندوش حتى الشهاده الابتدائيه وجا غيبدا ياخذ مسؤوليات لا هاد الناس كلهم قراو في المدارس الاداريه قراو في مدارس تابعه للدوله قراتهم كيفاش
كيدار التدبير ديال المنشآت، التدبير ديال الإدارات. راه هذا هو المشكل اللي عندنا حنا، راه كيجيك بنادم من نول بار وكيولي مسؤول على قطاع بأكمله. ها علاش ما غاديش نتقدموا، ها علاش ما باغيش تصلح عندنا مجموعة من القطاعات. لكن النهار اللي غادي يولي عندنا القايد ولا الباشا اللي تتعلم وتتأقلم وداز في الإدارة وتحاكم مع المواطنين وكيعرف كيفاش يتعامل مع المواطنين وحيد داك الدهشة وداك الانبهار، هذيك الساعة غادي تزيد بينا البلاد القدام. دابا حنا تتشوف وزارة تزيد عنده غير كاميرا ديال شوف التيفي كيبان لك بدا كيتلون، كيخضر كيصفر كيحمر، وصبر عليه انت واحد العام ونص ولا عامين على ما يلاه يولف التواصل مع المواطنين وحتى يولف حتى هو يهضر ويتجاوب. واش كاين شي خبر على عدراويليكس؟ اخويا عدراويليكس سمعت انا وقيلا قراو عليه الفاتحه، انا تنظن غيكون مات، لان حتى الاختفاء راه بزاف على الاختفاء. السيد كان بيعو نشريو حنا وياه في الزيتون، غادي يجيب الزيتون من اسبانيا وصيفط لينا ورانا هذا القراعي فين غادي يعمر الزيت والماركه والانواع والاشكال، ومشى شاف كاع حتى البلاصه وش غيشري الغله ديال شي واحد حتى اختفى. ايه واش اختفاء قصري في بلد من البلدان ولا الله اعلم. مدينة أكادير خسر الحملة الانتخابية الملايير السياسة. هذا دابا عرفتي شنو علاش؟ بحال الشكل ديال داك جورج بوش الأب وجورج بوش الإبن. جورج بوش الأب قهرو صدام وما سكت ليهش، بقى كل ساعة فين ما كيدير شي خطاب تيقول آه وها هو داك اللي جا كيتحارب معايا وهذا هو مشى وأنا هنا باقي في البوست ديالي، أنا باقي رئيس. دونك ملي دخل جورج بوش الإبن دخل مشى يتحارب مع صدام باش ينتقم لبواه. اش غنديروا اش غنقولوا؟ غنقولوا بان عنده اسلحه ديال الدمار الشامل. خرج على كولين باول زيدو بقى كيوري شي تصاور وشي كذوب وشي تخربيق، العالم كله قال له هاكا تكذب باين هاكا كذاب، هادشي كله ما كاين منه والو. دونك صدق مدخل البلاد ديالو في واحد الحرب قدا قداش، قتل الملايين ديال الناس، لان داك الشعور ديال الانهزام ديال الاب ديالو والتشفي ديال الاخر فيه هو الدافع الاول اللي دفعوا انه يزيد لهاد الحرب. دابا اخنوش داك الدقه اللي كلا من عند سا ماجيستي ملي ريب ليه المباني والمشروع ديالو مشى هرسوا ليه شي اسوار، يعني الصوره ديالو الشخصيه ديالو المكانه ديالو كانت ضربه قاضيه بالنسبه ليه. الصحافه راه كتكتب كتهضر، وانا متاكد انه هو راه ما نعس شي شهر ولا شهرين، ما داش النعاس. دونك اش غندير ماش غندير؟ شكون هما الناس اللي وصلوا هاد المعلومات؟ الناس من عندي من اكادير. شكون هما هاد الناس في اكادير؟ هما الناس اللي في المجلس والناس اللي غنحيدهم كاملين وغنجي انا اللي غنحكم هاد المجلس هذا. دونك ماشي مساله انه باغي اكادير باش يصلحها او لا باش يقادها ولا باش يزيد بها للقدام، لا، مساله ديال عزه النفس ومرضاش. وداك البوست نتوما اللي جالسين كتحاربوني منه انا غادي نجي غادي نولي فيه رئيس وانا اللي غادي نولي نقرر. هذيك الساعه قول القصر يسيق الخبار. دونك هذا ما كان، حنا ملي شفنا السيد الرميلي تحيدات قلنا بانه حتى هو خصو يتحيد، لان المسؤوليه ديالو اكبر من المسؤوليه ديال وزير. لا بس ما مشيتوش. دونك سي سا كي سا، الناس اللي غيجيو لكيبيك كتكون جالس مع شي كيبيكي كتهضر معاه حتى كيدير شي فصيله قيسها سي سا كي سا. هي اش كنا كنقولوا؟ طاحت السمعه علقوا العداله، حتى ما كان لا علقوا العداله لا والو. انا ما مسوقي لذاك الهضره، داك الناس اللي غتسدو على كندا غتوقعو تما بحسين. و راه تنظن هاد لي كود اللي دار المغرب مع المانيا وبريطانيا وهولندا راه هو اللي سرع ان كندا فتحت معاه الحدود. راه سي دي جو دو كارت، لان بقات كندا ساده على دوله وحده في العالم هي المغرب، والمغرب كيسجل 300 حاله في النهار، وحنا غير مقاطعه وحده هنايا نوفو برانسويك كتسجل 500 حاله في النهار. دونك علاش سادين على المغرب؟ ملي المغرب سد على ثلاثة ديال الدول هي كندا تقول له لا صافي حلينا حلينا حلينا. دونك الموقع ديال وزارة النقل الكندية راه حط كيفسر وكيشرح
علاش اتخذ القرار ديال فتح الاجواء مع المغرب، دونك بلا ما يجي شي عاطل عن العمل ويبقى يقول لك يا ودي راه انا هو اللي فتحت الحدود مع المغرب. اللي فتحت الحدود هي السلطات المكلفه بتدبير الجائحه ووزاره النقل المكلفه باعطاء التراخيص ديال الطيران. شافوا بان الحاله الوبائيه في المغرب استقرت، الامور تحسنات، عاود فتحوا الاجواء. وين فينا؟ ما سايقين خبار لا لهذا كتب ولا لهذا هضر ولا هذا احتج ولا هذا غوت ولا هذا دوا ولا هذا ما دواش. الناس كيفكروا بطريقه موضوعيه وكيتصرفوا بناء على نفس القرارات الموضوعيه اللي اتخذوا فيها القرار الاول. خالد السيف ما تمشيش بلاتي. قال لك دابا شاد السنتولي قلت لك تخصب اليورانيوم. قول لي خالد السيف الله يرحم لك الوالدين، قول لي فين قريتي اللايف؟ كيفاش درتي دخلتي؟ دونك انت ما كتعرفنيش وخرج لك اللايف شي صفحه ولا شي، شكون اللي بارطاجاه وشفتيه باش نقول له ما يبقاش يبارطاجي؟ قال لك غادي انت كتخصب لنا اليورانيوم. واجلس اصاحبي تعرف علينا ونتعرفوا عليك، الله يهديك. مالكم المغاربه قباح هكذا؟ محمد كردو فيسبوك عبد الحوار هذه ديال الصفحه ديالي. مرحبا بالاصدقاء الجدد معنا، 825 ديال المتابعين. الناس اللي غير تطلع لهم الفيديو جبد الجواز عاد دخل تصنت، رحنا غير ضاحكين ناشطين ونسي دو فولغاريزي هاد لي ديسيزيون اللي شي شويه بعد المره كيفكس لو سيتويان. كنحاولوا ما امكن ان نشدوها ونفرتوها ونشوفوها بطريقه مختلفه، عوض ما نبقاو يعني معصبين متوترين. عذراوي مول الكاميو فين وصلت القناه التلفازيه؟ التلفازه موجوده، خاص غير الفلوس، خاصنا غير شي مرضي الوالدين ضرب يدو الجيب يجبد واحد 23 مليون ديال الدولار امريكيه. والتلفازه راه واجده، الصحفيين موجودين، المراسلين عبر العالم موجودين، كل شيء موجود، ما بقى والو، بقى خاصين غير الفلوس. سريدة شكرا شكرا، تنتوما راكم عزاز كاملين وهادشي علاش تنبغي نتواصل معكم تنفوج معكم. انت القايده قلت لها تلقي دغيا فيت 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 شنو 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 دير لايف، قالت لك لا لا والو والو. بلاد كحله بلاد بيضه خويا، الكحل هي البلاد على حسب انت كيفاش باغي تشوفها. شتي المغرب انت كيفاش باغي تشوفه، تقدر تشوفها كحله تقدر تشوفها بيضه. اسماعيل صافي حبس عليا منك الدوران تنقاز الامريكان فانكوفر، صافي ها البوست ديالك ان شاء الله في القناه التلفزيونيه في كريمازي، غير جيب الله الفلوس. راني بحالك شاد الطريق من مدريد لفرنسا، وانت خويا معنا، انت معنا ان شاء الله من مدريد، ما نطلقوك حتى نوصلوك لفرنسا وكتصنت علينا وتصنت على تخصيب اليورانيوم. حنا كنقوموا بتخصيب غير اخنوش، ما كنخصبوا لا يورانيوم ولا والو. دابا غير ما كاين ما يدار، خوك سائق الشاحنه عند الكليان، الكليان كيديشارجي البوله باقا حمراء، منين غتخضر نقول لكم الله يعاون وشادين الستون مع عباد الله ومجمعين هادشي اللي كاين. اللي ما عرفك خسرك ونعم الرجال، شكرا. 21 درهم مكمشه نتعاونوا معاك بها. يلاه بالي بالي بالي، خاص مولاي هشام يكون رئيس الحكومه. ايوا مولاي هشام راه نشر الكتب ديالو هاد الصباح هذا، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية، واللغة العربية في الطريق جاية إن شاء الله. وجريدة الصحافة الإلكترونية بحول الله سوف تخص هذا الكتاب بمجموعة من المقالات التي سوف يتم نشرها على الجريدة في خانة مخصصة لمقالات الدكتور الأستاذ البروفيسور هشام العلوي. ترقبوا هذا الحدث ان شاء الله قريبا على جريده الصحافه الالكترونيه. اذا الاخ اليورانيوم راه باقيين واقفين على واحد 23 مليار، خاصنا نديروا شي قناه تلفزيونيه هنايا وغادي نعجبوك ان شاء الله. غنبقاو نجيبوا عسكريين، سياسيين، محللين من كندا، من امريكا، من جميع بقاع العالم، وغادي ان شاء الله نشطوا القضيه وغيعجبك الحال. سي الحبيب ما غابر والو اخويا، راه تقريبا نهار يومين كندير لايف، غير بقى دخل الصفحه دابا لي لايف ما كيطلعوش عند الناس. ها الدراري معايا في جريده الصحافه الالكترونيه ما كيطلع لهمش اللايف. واحد النهار انا داير لايف وتنحاول ندخل من هاتف اخر ما بغاش يطلع،
دونك الذباب ديال اخنوش، الذباب ديال المخابرات الجزائريه، رفعوا علينا الله يجازيكم بخير. الذباب ديال الجمهوريين، الجمهوريين السينيال كي سينيالي والمساخيط فيديو نتاع الله كتهضر فيه غير عادي، ما كيبداو سينيالي والران ران 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 ران، غير جبد ليهم زويزو ولا تهضر على بالقزاز ولا على شي ريشارد عزوز ولا شي حاجه وكيدخلوا يبداو سينيالي فيك. احتج الى من شئت كن اسيره واستغني عمن شئت تكن نظيره وانعم على من شئت تكن اميره. وحفظكم الله يا السيد علي على هاته الكلمات الجميله والمعبره. انت بحكم العيش في كندا زرت الأخيرة المغرب لعلاقة الأوضاع الدولية والإقليمية الوطنية بحكم رؤيتك وضعية المغرب خاصة بعد استحقاقات الحكومة صاحبي راه ما بغيناش هاد الحكومات. والله إلا السيد قبيلة جاب عبارة ممتازة، قال لك خاصنا طريقة السير ديال الخليج، عندنا السلطان عندنا المستشارين ديال السلطان عندنا الإداريين مسؤولين على تسيير شؤون البلد، هادشي ديال الوزارة راه ما خدام شي. المهم حنا تنجربوا في هاد الحكومة هي نشوفوا واش غادي دير. اش بان لك في إجبارية جواز التلقيح؟ اخويا راه هضرت على هادشي قبيله، راه الإجبارية كاينة عندنا هنايا، هنا الهندية والله ما تفكت معنا داك النهار داخل المرة الأولى والمرة الثانية. المرة الأولى مشينا غير أنا والدراري، المرة الثانية مشات معنا المدام زيد المشطاش، جبد الجواز. ها الجواز كتسكاني بالتليفون ديالها، دوز زيدي انتي، انتي اللي كيقولوا لك قاعدة سليمة جبدي دوزي. البنات زيدي لهنا دوزي دوزي، بقى الشاب والي زيد انت بلاش. الدراري الصغار باقيين ما ملقحينش، يعني كاين تقلاب ديال بالصح وبالنية. قالك سيدي دير الخير في الكاميو ديالك وبعد من السياسة. والله العظيم الى البارح ضربت له واحد الحكام صواب الحال، جالس عند واحد الكليان وانا نجبد ونبدا مساح 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 مساح، كان عندي شي حويجات مرونين هنايا قادي داك الشيء راه يلاه سلامات. والسياسه دابا حنا متفرغين ليها، عندما تمشي ستصبح ساخم الشخص، ساصبح سائقكم الشخصي. مرحبا مرحبا السي عبد الله، واش خديتي الجرعه الثالثه؟ لا اخويا حنا هاد الساعه هنا غير الثانيه وصافي سالينا الحساب. هاي يهضروا على ديك الثالثه ولا ما مازال اخنوش ملقح؟ ملقح يقدر يدخل حدا الملك ويوقف حداه هو ما ملقحش، ما يعتب ولا يحط رجليه في القصر. انا راه مشيت زرت غير مؤخرا في 2020 في ديسمبر، شهر ديسمبر الاخير زرت الامير مولاي هشام، كان خاصني نمشي ندير، وانا تلقيت يعني المساله عاديه جدا ما فيها شيء. يعني ملي كتمشي عند شخصيه مرموقه مع عند شخص، راه الملكه ديال الانجليز راه سدوا عليها في ذاك البدايه ديال ما يدخل عند احد ما يهضر مع احد، كان جرات معها شي قناه حوار هي في قاعه وهما في قاعه ما يدخل عندها حتى شي واحد. دونك شيء طبيعي انك تحترم المقامات باش الامور ديالك تكون هي هذيك. غادي عند انسان في مكان محترم خاصك تحترمو ودير الاجراءات اللازمه عاد تمشي عندو. ما عرفنا نحاربوا الوباء ولا نحاربوا البلاء ولا نحاربوا الغلاء ولا نحاربوا الغباء ولا قلة الحياء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتكلم على السياسة دابا أنا صاحبي غير قاسم مجمعين. دابا الناس اللي يلا كيدخلوا أول مرة ما كيعرفوش، الناس اللي مولفيني راه عارفين، ملي كيشوفوني مدندن وهذا راه كنكونوا غير ضحكا ناشطا واكلا شاربا، لا ما واكلا ما شاربا، فينا الجوع. ليس من حق المخزن فرض ارادته على غير الملقحين، وفرض ارادته هي تتفرض علينا، المخزن ديال كندا تا هو راه فرض علينا، ونخرجوا نبداو نغوتوا. ليس من حقك ان تفرض علينا ايها المخزن الكندي، راه العالم كله المخزن ديال العالم كله غادي يفرض على المواطنين ديالو، يعني نتجه نحو هذا. غير حنا دابا جا داك لو شوك ديال انهم زربوا على بنادم. امتى درتي التلقيح؟ درت الاولى في الاول ديال الاخر ديال ماي، والثانيه درتها فاش قربت نجي للمغرب في ديبي ديال جوي. كانوا عاطينا حنا هنا 4 ديال السيمانات، من بعد 4 السيمانات تقدر دير الجرعه الثانيه.
اخنوش شرى القح المغاربه هذا الصباح زاد عليهم في المازوت. كنت كنقول بان الشيء اللي ما راكبش هو هذاك مزيان هو هذا العامل الفجائي اللي المسؤولين المغاربه باقي ما بغاوش ينتبهوا ليه. لاش كيخرجوا القرارات في 12 الليل؟ لاش كيخرجوا القرارات في نهايه الاسبوع؟ لاش ما كتعطيش لبنادم سيمتر؟ حنا كنقولوا في فاس عطيه غير السيمتر، ما الدار البيضاء كيقولوا حق السيمتر. علاش ما كتعطيش للناس حق السيمتر؟ يجي بنادم يضرب كره وبعد عليه الاتساع، خلي له فرصه. دونك خرجتي قرار وعلم عباد الله، قول راه حنايا ودي اليوم قررنا العمل بالجواز وهذا، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من العاشر من نوفمبر. عطينا جوج سيمانات، ثلاثة سيمانات، خلي البنادم فين يقرر انه يمشي. هذا العامل الفجائي اللي كتعامل به الجهات الوصية هو اللي كيخلق هذا النوع هذا من التوتر. باقيين عاقلين داك المرة اللي جا قال لك مع 12 الليل غتسد الطريق، صدقت خارجة الدار البيضاء كلها شادة له طرود، صدق كل شيء حاصل في البلايص ديال البياج. دونك انسان اللي كياخذ قرارات خاصو يكون عنده شويه ديال الذكاء، الدال الكاف والالف، لان شويه ديال الذكاء كيمكنك باش انك تفهم بان راك تتعامل مع لافول، ولافول راه خاصها الوقت، خاصها وقت باش يلاه تقوم باستيعاب اولا القرار ديالك والقيام بما يلزم من اجل تفعيل هذاك القرار ديالك. ماشي تقول ليه في الصباح راه حنا غنفعلوه في العشيه توقف عليه. دونك هاد النوع ديال التوتر الظاهر من خلال التعاليق ديال الناس ومن خلال المنشورات ديال الناس، يعني ما رده بنسبة كبيرة إلى هذا العامل الفجائي الذي تتسبب فيه الجهات الوصية. ما عطيش 6 متر لأنه ماشي ولد الإدارة. إيوا خويا راه خاص 6 متر، راه ضروري من 6 متر. نطلينا على خلفيات الفيديو اللي فضحت فيه الاحرار، حتى تغرق لنا الشقف، حتى تجبد لنا العيب مع اخنوش، وحنا واخنوش سمن على عسل. فين فضحت انا شي احرار؟ لان في البدايه ديال الحمله الانتخابيه كنت شويه معاهم. انا ما عمري كنت مع الاحرار جامي دلافي، واش عمري كنت مع داك الحزب؟ لان حزب مجموعين فيه مجموعه ديال رجال الاعمال، هذا ماشي حزب، هذا تجمع ديال الباترون، ماشي حزب سياسي. حزب سياسي كيكونوا فيه مجموعه ديال الناس اللي هما حاملين لفكر، اللي هما عندهم بدائل، اللي هما جايين من اجل تغيير الوضع لمصلحه المواطن. اما ناس اللي هما رجال اعمال مكدسين في واحد الحزب، هما ناس جايين كيخدموا المصالح الشخصيه ديالهم. انا ما عمرني حتى جبتي معلومات غالطه عليا، غالطة غالطة. دابا نتا باغي دوي بقيتي عا كدخل وتخرج، دابا اشنو تغير؟ دابا انا ما تغيرت حتى شي حاجة، انا من النهار الاول كنقول لكم اخنوش والله لا طفروا، كنحلف لكم عليها بالله، بالله كنحلف لكم عليها، لان ما عندوش. شتي لو كان عنده، لو كان في يدو الشغال، والله سيدي لا كون راني حتى انا من المطبلين والمزمرين له. تاولي يقول لك انت راه عطاك ودار لك وتهلا فيك ولكن ما عندوش، ونكذبوا عليكم. حال حزب الاشتراكي الموحد، السرعه المفاجاه باش الناس تجمع راسها. ايوا يمكن حتى هو يكون تكون خطه مخزنيه، وراه المخزن راه العهد ديالو راه يعود الى مئات السنين. حنا يلاه 50 سنة دابا، يلاه كنتعلمو، يمكن نغلطو، يمكن الاختيارات ديالو تكون يكون عنده الصح. السيدة أمينة، والله يجعلنا دائما سبب في إدخال السعادة على الآخرين والتفواج، وسعيد جدا بمتابعتك لنا. كاين شي تلج؟ لا باقي التلج أخويا مازال، الله يبعدو علينا، قال هنا شي عام غادي الشمس. منهم تعاونوا ما تشوفوا لنا شي شويريكات، وشي شويريكات راه عطا الله شويريكات في جوجل. راه حنا باقين والله العظيم الى غير الصباح تكلمت مع السيد واتفقنا باش انه غادي يوجد لنا واحد الرساله مزيانه باللغه الفرنسيه الممتازه، وغادي ان شاء الله نصيفطوها للجهات المعنيه. راه حنا خدامين على الموضوع ديال الشوافر وديال الشركات والضوء الاحمر.
بغيت نسولك على الدراسة في كندا، واحد نديرو شي لقاء ان شاء الله على الدراسة ونهضرو عليها. باش جاباش داير؟ ايوا راه سنين هادي وحنا نديرو في اللايفات، سنين وحنا نهضرو، راه كتكون عندك واحد شي شوية ديال الحس التجاوب مع الاخر. المهم المرتزقه ديال الجمهوريين راهم واكلين الدق، ما كنبغيش ندير الاشهار للناس اخرين، كاين الناس اللي كيخسروا الهضره بزاف لي لايف ديالهم، ولكن راه الخونه داكشي اللي كيصلح ليهم، راه كيصلح ليهم عاد تخسر الهضره نيت، لانه ما كيسحابهم بانه الشهره والنضال هو انك تبدا تسب في الناس وانك تبدا تعايرهم. واحد خينا في اسبانيا شحال هادي ما شفتوش شي 6 شهور وقيلة، الصباح وانا نتفكر قلت راه ندخل نشوف واش كيدير، دخلت لقيتو من اللي بدا كيتكلم على صحفي مغربي هو كيتكلم عليه باسماء الحيوانات والكلب والبقرة والحيوان، واسمع و هاد الناس كيسحابهم بانه راه ملي كتسب وكتعاير وهذا راه كدير النضال، ولكن جاب ليهم الله معامل، قام مرة قايم بالواجب. يعني تعزلوا وسط الجمهوريين، دابا في وسط الجمهوريين تعزلوا الخونة، هادوك الناس اللي مشاو ارتماو في احضان الجزائريين غادي تكون نهايتهم ان شاء الله نهاية ما تبغيهاش لعدوك مع الجزائريين. متى المغرب والله ما كاينش اللي مسوق لهم، ما كاينش اللي معمر بهم السوق ولا الدينها فيهم، اوقع لهم شي خلل دماغي شي واحد فيهم يمشي للمغرب، ما كاينش اللي يهضروا ولا اللي يكلموا، او ما غتشدوش ما غتشدونا ما غتدخلونا. لكن شيء الجميل هو ان واحد العدد كبير من الناس اللي كيديروا الفيديوهات فهموا بان التواصل بمصطلحات نقيه ونظيفه احسن من التواصل بالكلام الساقط وبالسب، لانك كتخسر واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيتفرجوا مع العائله ديالهم، الزوج والزوجه والابناء ديالهم، تيديروا التلفازه وكيجلسوا يتفرجوا كيتسلاو كيستافدوا. اذا علاش تخسر هذا الكم هائل ديال الناس فقط لانك باغي تلبي واحد النزوات وباغي توصل واحد المعلومه بطريقه اللي هي، ولكن عجبوني يعني بزاف ديال الجمهوريين اللي عجبوني، خصوصا بلقزيز تشفين الرجولة كما ما عبروا لي على الخائن الكبير ولا كيقاقي تلفون بو الضربة ولا ضريف. هذا الفيديو الاخر اللي دار قال لك للأسف الأحزاب المغرب ما فيش أحزاب سياسية، ونتمنى على الله أن هذه تكون هي النهاية، الأحزاب السياسية من هنا يسدوا السياسة، ذاك الكراج ديال السياسة يسدوه صافي، يديروا لنا الإداريين ونوضوا نايضين. خويا الشلحه ما فهمتك واش قلتي، عادي الصبر عرب معنا عرب. اخنوش فرضاتو الدوله، ايوا الا ما وفاش بالوعود راه غيحصل مع الدوله، راه قطع التزامات وقطع تعهدات وخاصو يصلح، الا ما صلحش راه القضيه ما كاش. صحف الكابرانات ما كاين غير السب اليوم في دول الخليج العربي سبب دعمهم الصحراء المغربيه، ايوا قطر السعوديه الامارات من قبل، دونك الكابرانات راه معزولين عزله ما كاش بحالها. الا جاوبتو غيتقطع هذا كيهضر غير بشويه وكيتعطل، غنسالي معكم عاد نعيط عليه. اذا مساء الانوار سي حميد، معنا 650 ديال الناس تبارك الله عليكم، وما تكسيري ما تفراني ما تقلق ما تبرزط، سير دق الشوكه دير اللقاح ودير الجواز في الجيب ديالك ووفر عليك المشاكل وصداع الراس، راه ما كيقتل غير العمر الى وصل الاجل، ما تخاف حتى من شي حاجه، اضرب الشوكه ودير الجواز في جيبك وما غيكون غير الخير ان شاء الله. لا ماشي القايده، هذا العمل الغدا ان شاء الله غنسالي معكم ونتصلوا به. اذا سيكون لنا ان شاء الله لقاء في نهايه هذا الاسبوع من اجل الحديث
في الأمور التي طبعت هذا الأسبوع. كانت هذه فقط مستملحات بخصوص فرض الجواز ديال التلقيح في المغرب. دمتم في رعاية الله، ونتمنى إن شاء الله أن الجميع يدير اللقاح ديالو ويدير الجواز ديالو والحياة تستمر بشكلها الطبيعي، ما غيكون غير ما كون الله. كان معكم عبد الرحمن عدراوي من مدينة مونتريال. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.